بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين إلى يوم الدين. يا إله العالمين، يا مجيب السائلين، هب لنا منك رشادا وسدادا ويقينا. رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا، واحمنا من كل سوء وانشر الخيرات فينا. إلهنا، نشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لنا على حملها صبر ولا جلد. نمد أيدينا بالذل مفتقرين إليك، يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. اليوم 22 من رمضان، الليلة فردية كمان، وهذه الليالي المباركة، وامبارح كانت ليلة الجمعة، ليلة مباركة عظيمة جدا. يعني هذه الأيام اغتنمها بساعاتها، بدقائقها، بثوانيها، بكل شيء. إياك أن تضيع لحظة من حياتك، من نفسك، من نفس من أنفاسك. لو علمت أمتي ما في رمضان من الخير، عليه الصلاة والسلام يقول، لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان، كلها رمضان. من جمال رمضان وعطاء رمضان وخيرات رمضان، وخصوصا هذه الأيام، اللحظات الأخيرة، العشر الأواخر. لكن يأبى بعض الناس، وتأبى بعض وسائل الإعلام، إلا أن تشغل العالم بمسلسلات هنا وقصص هناك وإلى آخره، حتى يشغل الناس عن ذكر الله وعن قراءة القرآن وعن التعبد والتهجد وقيام الليل وإلى آخره. لكن مع كل أسف يعني، ومع ذلك في ناس بفضل الله ملتزمين، بفضل الله لا يعني تشغلهم شاغلة أبدا عن ذكر الله أبدا. اليوم إحنا إن شاء الله إنه يعني راح نستضيف فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. بالأمس يعني كان الخطأ من عنده، يعني عانه الله، ما كان قدر يجيب الصوت، ولكن اليوم إن شاء الله كما وعدناكم إنه اليوم يكون معنا فضيلة العلامة دكتور زغلول النجار. إذا كان جاهز الشباب بيحكوا لنا، فنرح نتحدث اليوم عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والآيات التي تدل على الإعجاز العلمي في من موضوع الصيام وغيرها، وما هو يعني وضع المسلمين حول الإعجاز العلمي، وهل واجب المسلمين أيضا بذلك، وكيف يتعامل المسلمين مع الإعجاز العلمي، يمرون على كل الآيات هل بتدبر أم هكذا. الحقيقة هذا ما نستمع إليه ونشاهده إن شاء الله بعد قليل مع فضيلة العلامة دكتور زغلول النجار. ولكن قبل أن يعني يأتي السكايب، نقول هذه الليلة، الليلة 23 من رمضان المبارك، هذه الليلة لا تضيعوها أبدا. المخرج بيحكي لي إنه دكتور زغلول النجار جاهز. والسلام عليكم دكتورنا الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إن شاء الله اليوم ضابط الأمور. شرفتنا ونورتنا وأسعدتنا، والحقيقة أنت والدنا ونعتز بك، وأنت عضو رابطة علماء المسلمين، أطال الله في عمرك مولانا الكريم. نعم. دكتور، الآيات التي تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بما يخص الصيام، تتكرم تحكي لنا إياها والإعجاز العلمي فيها. طيب تفضل. يعني يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والخطاب بيا أيها الذين آمنوا خطاب محبب إلى النفس، يعني لأن أولا لم يعبد بالصيام أحد غير الله سبحانه وتعالى. جميل. فحتى الكلمات مختارة اختيار راقي للغاية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكتب أقوى وأشد من أقول فرض، يعني فرض فرضا ملزما. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهنا إشارة إلى ضمنية رقيقة، إلى وحدة رسالة السماء، إلى الأخوة بين الأنبياء جميعا وبين الناس، الذي هذه الأخوة التي يصفها رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: كلكم لآدم وآدم من التراب. فيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم رمضان كان مفروضا على الأمم من قبلكم. يعني تأكيد على أن رسالة الله لهداية البشرية واحدة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على الجميع.
هذا شهر العبادة يعني، ولذلك قال لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الهدف من الصيام هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله يعني كلمة شاملة جامعة، يعني أن يتحرك الإنسان في هذا الوجود وهو يؤمن تمام الإيمان بأن رب العالمين مطلع عليه، يعرف سره وجهره، فيحاول أن لا يظهر بصورة سيئة أمام ربه. فهذه التقوى، والتقوى فسرها العلماء في القديم أنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، وهي رحلة الإنسان في هذه الحياة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر شهر تجديد صلة مع الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان في الأيام العادية قد يتكاسل عن العبادة قليلا، أما هذا شهر العبادة، شهر التواصل مع رب العالمين، شهر تجديد الإيمان، تجديد يعني إحساس العبد بعبوديته لخالق عظيم سيحاسبه على كل دقيقة أمضاها على هذه الأرض. هو شهر العبادة، ولذلك طبعا نرى يعني صلوات غير الصلوات المفروضة كصلاة القيام، التراويح، القيام، التهجد، يعني يعني هناك يعني صلات جديدة بين الأغنياء والفقراء في هذا الشهر. الصيام يشعر الإنسان يعني قسوة الجوع وقسوة العطش، فيرقق من قلوب الصائمين من الأثرياء والمالكين للمال، يعني نحو الفقراء والمحتاجين يعني يشعرون بشعورهم. طبعا كثير من الناس بيتخيل أن الصيام فيه مشقة. الصيام فيه صحة للأبدان عجيبة، وقد أثبتت كثير من الدراسات الطبية في السنوات العشر الأخيرة من نفر غير مسلمين أن الجسد البشري في أبس الحاجة إلى فترة صيام يعني تشبه تماما ما فرضه علينا ربنا تبارك وتعالى من الفجر الصادق إلى غروب الشمس 30 يوم تقريبا في السنة، ويقولون ما بين 13 و18 ساعة، ويقولون في هذه الفترة تبدأ الخلايا يعني في تجديد نشاطها، يعني فتبحث عن الأعطاب الموجودة في داخل الجسد من الدهون والشحوم ويعني الخلايا الميتة والخلايا المريضة كالخلايا السرطانية، تلتهمها، تغلفها بغلاف من المواد البروتينية ثم تحولها إلى غذاء للجسد، وفي ذلك صحة للأبدان عجيبة الشكل. ويقول كثير من أصحاب الأبحاث المتأخرة يعني أن في أمريكا وفي أوروبا وفي روسيا أن المخ، خلايا المخ كالخلايا العصبية لا تتجدد، يعني الخلايا العصبية هي أغلى خلايا في جسم الإنسان، الذي يموت منها لا يتجدد. ولكن لاحظوا أن مع الصيام تتجدد الوصلات، أي الشعيرات الدقيقة التي تربط الخلايا ببعضها البعض، وفي تجددها تجدد للقدرة الذهنية على التفكير، على يعني المحافظة على حيوية هذا الجهاز العظيم الذي من الله تعالى علينا به. ويقولون أنه لأول مرة في التاريخ يكتشف أن الخطوط الشعرية الدقيقة التي تربط الخلايا العصبية ببعضها البعض، والتي إذا ماتت تموت هذه الخلايا، أعطاها ربنا تبارك وتعالى في فترة الصيام القدرة على أن تتجدد بحيوية جديدة، فيعني تحفظ الناس في خاصة في السن المتقدمة من كثير من الأمراض زي الزهايمر، الباركنسون اللي هو الشلل الرعاش وغيرها من الأمراض. ويقول مدرسة أخرى، مدرسة أمريكية، أنه لاحظ الدارسون أنه فترة الصيام تفرز خلايا جذعية، والخلايا الجذعية خلايا عجيبة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن تتشكل بشكل أي عضو توجد فيه،
يعني إذا دخلت القلب تعمل خلايا قلبية، البنكرياس تعمل خلايا بنكرياسية، يعني السمع، البصر، المخ، تتشكل بشكل الجهاز الذي تدخل فيه. وهي وسيلة من وسائل تجديد نشاط البدن في هذه الفترة الزمنية لا يقدر عليه إلا رب العالمين. يعني جاء في أوصاف العلماء لفائدة الصيام كلام عظيم، يعني رجل اسمه مارك ماتسون في جامعة جون هوبكنز الأمريكية يقول: تبين لي أن الصيام يعين على نمو الوصلات التي تربط بين الخلايا العصبية في الدماغ، وكذلك نمو وصلات عصبية جديدة، وهذه مهمة في تأخير علامات الشيخوخة والزهايمر وشلل الرعاش والتخلص من نفايات الجسم. فريق آخر يعني مكون يعني من دكتور كل عضو، يعني دكتور بعد إذنك، واضح إنه من خلال حديثك الطيب إنه كل عضو في جسم الإنسان بحاجة إلى الصيام. بدون شك الجسد البشري في أمس الحاجة إلى الصيام، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليس فقط للعبادة، ولكن لفائدة هذا الجسد البشري الذي يعني يتعود على 3 وجبات كل يوم، يعني على مدار 11 سنة 11 شهر في السنة. كما كتب على الذين من قبلكم. نعم. مولانا، كما كتب على الذين من قبلكم، من هم هؤلاء الذين كانوا من قبلنا؟ يعني جميع الأمم التي اتبعت رسالات السماء كان مفروضا عليها الصيام، النصارى، اليهود، يعني قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، كل هؤلاء يعني كان الصيام مفروضا عليهم كما هو مفروض علينا تماما. جميل. إذا التقدم العلمي والبحث العلمي أثبت أن الصيام ضرورة جسدية وصحية للجسم بدون شك. يعني هو طبعا اللي بيدرسه أثر الصيام كل فريق بيدرسه من زاوية معينة، يعني ناس تدرس ماذا يفيد المخ بالصيام، ماذا يفيد الكبد، ماذا يفيد البنكرياس، ماذا يفيد الجهاز الهضمي، ماذا يفيد الجهاز الدوري، وهكذا. ومن الغريب أن كل فريق من هؤلاء المتخصصون وأغلبهم من غير المسلمين يصل إلى نتيجة أن الصيام يعني وسيلة لازمة لتصحيح جسد الإنسان بعد 11 شهرا من يعني إدخال الطعام بطريقة مستمرة في مواعيد ثابتة. فهذا أيضا مما يعز الإسلام والمسلمين ويقوي يعني كوسيلة الدعوة بين أيدينا أن نقدم هذا الدين للناس من خلال القضايا التي يعني يتأثرون بها أكثر من الدعوة النظرية المجردة من الدليل العلمي. جميل. لعلكم تتقون، التقوى هنا جاءت شاملة أم مخصصة للتقوى في التقرب من الله سبحانه وتعالى، أم هناك كمان تقوى من المرض، يعني أن تبتعد الإنسان عن الأمراض؟ يعني هو المقصود بالتقوى هنا هو تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني أن يراقب العبد ربه يعني ويدرك أن الله مطلع عليه في كل لحظة، يعني فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني اتق الله حيثما كنت فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الله مطلع علينا. والتقوى هنا هي تقوى الله التي لخصها علماء العقيدة بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. نعم. كنا امبارح قد سألنا سعادتك عن موضوع، ولكن كان مع كل أسف الاتصال بيننا وبينك رديء شوية. ما الحكمة الربانية في إخفاء ليلة القدر؟ هو لكي يجتهد المسلم على مدار 10 أيام الأخيرة من رمضان، يعني لا يقصر الاجتهاد على ليلة واحدة. وذلك سيدة عائشة على رضي الله تقول يعني إذا دخل 10 الأواخر يعني قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر.
كان يقف طول الليل، فيريد ربنا تبارك وتعالى ليعود هذا الفضل على الإنسان أن يجتهد كل مسلم ومسلمة في العشر الأواخر من رمضان، أولا حتى لا تفوته ليلة القدر، وحتى لا يفوته القيام في هذه الأيام المباركة. نعم جميل. كلمة أخيرة توجهها للصائمين وللمؤمنين وللمسلمين فضيلة الدكتور. والله يا أخي الكريم، أدعو الله الكريم رب العرش العظيم أن يرفع عن الإنسانية كلها هذا البلاء الذي نزل بها، والذي نزل من أخطاء الناس يعني، ومن بعد الناس عن الله سبحانه وتعالى. فأقول هذه فترة تجديد الإيمان، تجديد الصلة بالله سبحانه وتعالى، يعني الإلحاح على الله بالدعاء أن يكشف عن الأمة الإسلامية وعن البشرية جميعا يعني ما تعانيه من أخطار هذا المرض. وكثير من الناس لا يدرك أن هذه مؤامرة شيطانية كبيرة، الهدف منها إفناء نصف البشرية حتى يبقى أصحاب التقدم العلمي والتقني هم الذين يملكون القرار على وجه هذا الكوكب. وهؤلاء لا يؤمنون بموت ولا ببعث ولا بحساب ولا بجنة ولا بنار، فيعني همهم كله هذه الحياة الدنيا، ويتخيلون أنه ليس بعد هذه الدنيا من شيء، فهمهم أن يعني يحصلوا من هذه الدنيا على أكبر قدر ممكن من السلطان ومن المال ومن الجاه ومن الكلمة على غيرهم من الخلق. فندعو الله تعالى ألا يؤاخذنا بأخطائهم، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعل الأيام القليلة الباقية من هذا الشهر الفضيل أيام يعني إصلاح النوايا وتطهير القلوب وقبول الدعوات ويعني قرب الناس من رب العالمين. طيب. بعد أن بعدنا كثيرا عنه. طيب. وربنا تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. دكتور بدنا يعني كلمة أخيرة دعاء للأردن أن يرفع الله البلاء والوباء والغلاء عن الأردن وعن الأمة العربية والإسلامية، وخصوصا أنك أنت يعني بدي أنا أذكر المشاهدين أنك أنت مناسب الأردنيين، زوجتك أردنية من الخليل. طيب يا سيدي، وإلنا عليك يعني حق حق الدين وحق النسب يعني يا دكتور. الله يبارك فيكم. تفضل. نحن نؤمن بالأخوة الإنسانية العامة. نعم. والأخوة الإسلامية. نعم. الخاصة، وندعو إلى إزالة الفوارق بين المسلمين، لأننا أمة واحدة. نعم. صحيح. بيننا من عوامل التوحد ما لا يتوفر لغيرنا من الأمم. وعلماء الاجتماع في أيامنا يقولون أنه لم يعد هناك مجال لتجمع بشري أقل من 300 مليون نسمة أن تكون له كلمة على مجريات الأحداث في هذه في عالم التكتلات الذي نعيشه. ولذلك قامت الوحدة الأوروبية يعني أعراق مختلفة ومعتقدات مختلفة وتاريخ مختلف ودماء عبر التاريخ، ولذلك نقول نحن نؤمن بوحدة العالم الإسلامي، وندعو الله أن يتحقق هذا ولو على مراحل متتالية. وأقول يا أخي الأردن تتميز حقيقة، ليس مجاملة، تتميز بكثير من المزايا التي فقدها عدد من الدول العربية والإسلامية، فلا يزال احترام العلم والعلماء قيمة كبيرة في هذا المجتمع، احترام كبار السن قيمة كبيرة، العاطفة الدينية الرقيقة التي تهتز لأي موقف موجودة بشكل واضح للغاية. لم أشعر بغربة وأنا بينكم هنا، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحمي كل بلاد المسلمين يا رب، ويحمي الأردن إن شاء الله كبلد من بلاد المسلمين من ويلات هذا البلاء الذي نزل بالعالم نتيجة للإفساد الكثير الذي قام به أهل الأرض. وأسأل الله الكريم أن يفرج الكرب عن المسلمين وعن البشرية كلها، وأن يبارك في جهود من يدعون إلى الخير في هذا البلد الكريم الذي يعني يحتضن العلماء ويحترمهم ويقدرهم ويقدمهم ويشعرهم بأنهم ليسوا غرباء في هذا المجتمع العربي المسلم. وأدعو يعني للأردن ملكا وحكومة وشعبا بمزيد من الاستقرار ومزيد من الاطمئنان. والدور الذي قامت به الحكومة الأردنية في مواجهة هذا البلاء يعتبر دور فريد بالنسبة لدول العالم كلها. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعين جميع المسؤولين
على حسن حمل الأمانة يا رب وحسن قيادة هذا المجتمع العربي المسلم إلى الخير، وربنا تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وكل رمضان وأنتم بخير. أنت بخير. والسلام عليكم. لا فض فوك مولانا، لا فض فوك مولانا. نشكر في الختام سماحة الدكتور زغلول النجار، والدنا وعالمنا وأستاذنا وقدوتنا، بارك الله بك. السلام عليكم. السلام عليكم. إذن مشاهدينا الكرام، كنا مع فضيلة العلامة عضو رابطة علماء المسلمين الدكتور زغلول النجار، وبالمناسبة كما ذكرت هو يقيم بالأردن وزوجته أردنية من مدينة الخليل، بل من حلحول تحديدا. كل الاحترام لكم. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم. حياكم الله يا أهل علي. ليش أنت خليك؟ قال لا تأتي معنا. ليه؟ قال حتى تؤدي الأمانات إلى أهلها. يا الله، تخيل أنت بطاردوا بواحد وبركضوا وراء وبدهم يقتلوا، ومن يجد له 100 ناقة من أبو سفيان وإلى آخره، وكل هذا وعنده إلهم عنده أمانات. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام، طيب حرقوا له بيتهم وآذوا المسلمين، طب بإمكانه يقول لعاد هذه بتلك، يلا مش حطوا عندي أمانات؟ لا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وصلي على رسول الله، صلي صلي صلي، يلا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني أنا باجي بقول أبو محمد إله عندي 200 دينار، ما شفتوش من فترة، شفت مين؟ صديق إله إلنا ثالث، صديق إله الثالث، بقول له والله يا فلان أعطي أبو محمد إن شفته هالأمانة 200 دينار. جميل. أبو إبراهيم هذا إله على أبو محمد 50 نيرة. بقول حلو، وقع حبه تحت الطاحونة، بيجي بقول له حبيبي هاي 150 نيرة، ايوه، وانطاني اهنا ابو محمد الك، وقول له ليش ما هو اعطاك 200؟ بقول له ما هو في الي عليك 50. لا، انا باجي بقول لابو محمد خذ ال 200، وبقول له بعد ما يستلم 200 ترى انا بحاجه ال 50 ليرة اللي الي عند الك، عند الي عندك 50 دينار. بحكي له بكل وضوح، ما بستحي منه ساعتها، هو بطول وبده يعطيك، مش معقول ما يعطيك، انه صارت بيده الفلوس وانتو جايب له اياها، وكان زمان يقول معيش وما معيش، الان امامك معه. حتى لو اعتذر لك والله اني رايحات بطريق اخرى وانت يعني سامحت، فالامر لك، امر لك، لكن اوعك تخصمهم وتعطيهم. اليوم بخصم اللي اله وبنا بقوله حبيبي هاي 150 ليرة، وفي ال50 اخذتهم زمان، يلا الله يعطيك العافية. من هون أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل هيك، كانت الأمانات عنده في البيت مليان. لما هاجر، هاجر يا أخوان يعني هاجر سرا، خايف منهم، ومع ذلك أماناتهم امتلتلي في بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الدروع والسيوف والفلو والذهب والفضة وحتى يعني قلائد النساء توضع عندهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يفتحها هكذا، يروح يتفرج عليها. في ناس بنعم بتقول له هاي مثلا 500 دينار لك، خلي لي اياها عندك امانه، كل يومين والثاني كان يصير عد، طب ماني انا مسافر وبتعد فيهم لشو؟ ليش كل ساعه؟ ليش؟ وما حد، ما انت عارف حاططهم انت بالقاصه. المهم بده يتفرج، بده يطمني، بتلذذ بتلذذ، ممنوع. في ناس كانوا ال 500 دينار على سبيل المثال اللي يحطهم عندك، حتى لو اجى ابنه يوم من الايام قال بدي يابا 50 دينار، من ال 500 بعطيهوش اياهن، حتى وانت بدك تحط مدالهم بقولوا لا، خلي ال 500 هم نفسهم بورقهم اللي اعطاني اياهم، بامكان يعني مثلا على اساس تبديل، تبديل من شده الورع ما يبدل، يحط مثلا 50 بدل 50، لا بقول لك هم هم. بيحكوا نكته عن واحد كان كاتب عباب مكتبه الحج مين ابو الامانات، فاجا واحد مسافر غريب قال له والله بدي، قال له السلام عليكم، قال له السلام، قال له انت الحج مين ابو الامانات؟ قال له اي نعم، قال له بدي احط عندك هالامانه، قال له يا سلام، انا اسال عني كل الناس، انا اسال لما تشوف بني ادم يقول انت اسال عني، انا ترى كذا بسوق بحاله، شك بي.
المهم فقال له انت الحاج امين ابو الامانات؟ قال له اه. قال له بدي احط عندك هالمصاري شوي. قال له ماشي يخلف عليك. حطهم هالسره هيك وراح غاب الزلمه راح نزل سافر ورجع على عند الحاج امين. قال له السلام عليكم. قال له وعليكم السلام. قال له عارفني؟ قال له لا والله. قال له انا اللي جيتك وقلت لك انا جاي من الاردن ومريت عليك واعطيتك الذهب والهذول الفلوس. قال له ابدا ما شفتك يا بناد يا ابن الناس. قال له ابدا انا اول مره بشوفك يا اخي. حطيتهم حتى انت هناك في المكان الفلاني هيا اطل لك اياهم. قال له ابدا مش الك هذول، لا اللي اجى عندي مش بهاي الصفات اللي انت جيت فيها. يا ابن الناس انهم انكرهم وجحدهم. هذا اللي جاي من الاردن ذكي، والله يحيي الاردن شعب الاردن. شو سوى؟ راح جاب واحد قال له اسمع بدنا نحط حجار في صرة صغيرة هيك صغيرة ونكتب على اساس انه هاي كلها جواهر وذهب والى اخره وبدنا نفوت عليه. فات عليه السلام عليكم. قالوا على السلام. شاف مع واحد قال له هذا لانك انت امين كنت معي، هذا الرجال معه ذهب امتلتل بده يحط عندك وانا والله زكيتك عنده، بده يحط عندك هالذهبات وجواهر نفيسة بس بالله عليك تدير بالك عليه. طبعا هو شو جوا حجار. فقالوا له لا يا زلمي ابدا. قالوا بس انا بس بعد اذنك شايفها بدي اثبت له اني انا حطيت عندك اماني واخذتها، اعطيني امانتي. قالوا آه على طول. انت يا انت ليش تاخرت علي؟ الله يسامحك. مو شاف السره هذيك اكبر؟ قال لك بقى بضحي بالصغيره وباقي الكلام. والله قام طل السره قال له هذا آه حاضر يا ابني. قال له طب تفضل هاي حط له، حطوا له السره هاي كلها حجار. لما هذا الزلمي امن اخذ فلوسه ووقف صار انبسط وصار يرقص. قال له افتح مشان بدنا نعد عليك الجواهر. عدوا ايه لقيه حجار. صار هذا يرقص وهذا يرقص، اللي اخذ فلوسه يرقص واللي اخذ واللي او الحج امين ابو الامانه صار يرقص. قال له بدي اسالك سؤال، طب انت انا برقص ليش؟ انا برقص لاني انا اخذت فلوسي واخذت حقي بالفهلوة تبعتي اللي انا اولا حقي لكن بنفس الوقت بالحيلة تبعتي ولا انت ما اعطيتني اياه، وبرقص اني انتصرت عليك وانت ليش ترقص؟ قال له عقلت عقلي لانك انت. في ناس كثير تجحد الامانة، كثير ناس تجحد الامانة عادي عادي. يوم اليوم يا سلام، انت بس قل له يا اخوان في ياما ناس تعطيه امانة صدقوني يصرفهم يصرفهم، يروح يصرفهم. ممكن قال لك احتجتهم. بشو احتجتهم يا ابن الناس؟ بشو احتجتهم؟ لكن القضية ليس قضية مال فقط، في قضايا أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يوم القيامة يمر الناس على الصراط فتقف الأمانة والرحم على جانبتي الصراط، وحينما يقوم العبد إلى الحساب ويمر على الصراط تتلقاه الأمانة والرحم، يقول له أأديت الأمانة التي عليك؟ يقول له أنا الأمانة، أأديت الأمانة التي عليك؟ إن أداها يمر عن الصراط وإن ما أداها يقع في جهنم. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة. الله أكبر يا إخوان، أنت صلي على النبي، صلي على النبي سلم، بدي تركز معي. واحد بيسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله متى الساعة؟ وين يوم القيامة؟ متى بتقوم لقيامي؟ قال إذا ضيعت الأمانة. الله، يعني إذا ضيعت الأمانة مباشرة في القيامة، انتظر الساعة. وانتم انتظروها انتظروها قربت قربت. قال إذا ضيعت الأمانة. قال وما ضياعها؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. وإحنا الآن في عصر الساعة، والله أعلم. في ناس بيفكروا أن وسد الأمر إلى غير أهله فقط في الحاكم في السلطان في الخليفة. نعم صحيح،
لكن ايضا في كذلك بدي اقول لك رئيس قسم اذا جاءه الامر وعين رئيس قسم وهو لا يصلح لهذا القسم ولا يليق به هذا وسد الامر لغير اهله، مدير عام لا يصلح لان يكون مدير عام، اخذه باللفلفه وبالفهلوه وبالمزارع وبقلايات البندوره وبالعزايم وبالواسطات والى اخره، هذا اذا وسد الامر الى غير اهله. لان الرجل الذي لا يليق في الموقع هذا الموقع، والله يا اخوان احكيكم شغلي، احد الموظفين بهالزمانات كان الكل يضحك عليه والكل يتمسخر منه والكل الكل اقول لكم الكل يعني هذا اعرفه تماما الكل يركله ركلا. في يوم من الايام اخت كريمه جالسي يعني عزيزه علينا جدا قالت يا اخ نور بدي اقول لك كلمه، شايف هذا الرجل اللي بيركلوه كلهم؟ قلت لها اه. قالت لي هذا راح يصير مدير اشي كبير. قلت لها وحدي الله. قالت لي المرحله القادمه هيك بدها نوعيات من هالنوعيات هاي اذا وسد الامر لغير اهله. معقول؟ قال قلت لها لا ولا عمره ولا عمره. قالت لي بتشوف. وفعلا صار هذا اللي كان الكل سامحوني بهالتعبير يتخوف عليه والكل كذا، وصار ذئب مفترس نمر جارح، تفوت عليه تقول له السلام عليكم، وعليكم السلام، لو سمحت مش فاضي اختصر الحديث. الله الله، حط عينك بعيني، بحر فيي. انت شو؟ اذا وسد الامر لغير اهله فانتظروا الساعه. الناس بس بتفكر اذا وسد الامر لغيره فقط للحاكم لا يا سيدي، وكمان لرؤساء الاقسام والمدراء العامين واصحاب العطوفه والمعالي كله. ان لم يكن امينا فهذا هو، انتظر الساعه، الساعه قريبه كلمح البصر. بعثت انا والساعه، انا كنفس الساعه هيك بنفس الساعه بعثت. يعني اذا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بعثت مع نفس الساعه هيك، يعني انا وياها مع بعض طالعين، يعني ما ندري، واحنا اقتربنا وراينا اناس تقلدوا مناصب لا يستحقونها، وهذا من علامات الساعه ومن اشراطها. قال عليه الصلاه والسلام ستاتي عليكم سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق. الله اكبر الله اكبر. يصدق فيها الكاذب، كذاب وحاطينه يحكي ويؤمر وينهى، يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق، ويؤمن الخائن ويخون الأمين. الله 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 الله، ما أروعك يا رسول الله. وتنطق الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه، التافه يتحدث بأمور العامة بأمور الناس. تنطق الرويبضة، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤمن الخائن ويخون الأمين. بعض الأصحاب المناصب مثلا في إشي، مثلا إشي يعني على سبيل المثال من كاني أعمل برنامج ببلاش، موظف من عندي، موظفين بيعملوا ببلاش، ليش أروح أشتري أنا برنامج على سبيل المثال حقه على الحلقة على سبيل المثال 6700 دينار و1000 دينار، وعندي موظفين قادرين يعملوا هذا الأمر، ليه؟ يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤمن الخائن وتنطق الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث بأمور العامة. هذا زمن الرويبضة، مع كل أسف مع كل أسف يا إخوان. انت ابن عشيره تلقاك الله يحييك ويحيي عشائرك والكرام، وانسان صادق ومحترم والك وزنك وثقلك بين الناس، تقف على ابواب واحد معتوه ما بسواش نصله بدك تفوت عليه؟ ممنوع. ولك مين انت؟ ايش مش صحيح؟ لذلك الامانات، بعض الناس بيفكروا الامانات فقط امانات، الزوجه عندك امانه، الزوجة عندك أمانة، خدت منها ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا بينك وبينها،
فلذلك لما أخذت أنت الميثاق الغليظ، هي أخذت منك الميثاق الغليظ أن تأمنك، أن لا تخدعها ولا تغشها ولا تضربها ولا تهينها ولا تسبها ولا تشتمها ولا تضربها ولا ولا ولا، وبدك تنفق عليها زوجتك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الأسرار بين الزوجين. وهنا بدي يا أختي تصلي على رسول الله، بتسمعيني وبتركزي، وإنت أيها الأخ الكريم، في بعض الأسرار الزوجية. الآن قال عليه الصلاة والسلام يفضي أحدكم لزوجته فتذيع خبره، يعني كيف؟ ثم هي تفضي إليه فيذيع خبرها، يعني كيف؟ أنت حكيت لزوجتك بعض الكلام، بتروح خمس دقائق ألو لأختها لصديقتها. لذلك بتجد الموظفات كل واحد عارف جوز صديقتها مليح ولا مش مليح، كويس ولا مش كويس، ما هي بتقول لك ما هو أنيل من جوزي، جوزها أنيل، حافظة كل شيء لأن هذيك مسولفتها كل شيء. وهو كمان بقول لك الله يأخذني الثنتين مرتي ومرتك بيوم واحد، هيك بصير يقول له، لأنه عارفين هذا بسولفه وهذا بسولفه، وهي بتقول لريتنا نترمل بيوم واحد. سبحان الله إخواني. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقول إن الشيوع حرام، أن الذي يتحدث الأمرأة التي تتحدث بما يحصل بفراش زوجها، وتأتي في الصباح وتقول فعلنا كذا وكذا وكذا، والله ما تنحط في بيت، ما تنحط في بيت، والله ما تنحط في بيت. وهو كذلك الزوج إذا بيجي بين الناس ثاني يوم بيقول فعلت كذا وكذا بالأمس، والله حرام يكون أب، حرام هذا يتحمل المسؤولية. إيش وين إحنا إخواني؟ سمعنا الكثير ودخل علينا الكثير. إخواني بدي أحكي لكم هالقصة، حصلت بإحدى البلدان العربية قريبة منا. أحد الأشخاص بيلعبوا على القهوة قاعدين أربع شباب، بقول له يا زلمة روح أنت شوي، مالك أنت من زمان ما روحتش يا زلمة، ما اشتقتش لزوجتك لأولادك؟ روح خلص من الصبح وأنت قاعد بهالقهوة. قال مواس بروح، أنا زوجتي عندها طبع خم نوم. كيف خم نوم يعني؟ قال والله باجي عندها وبصير أقلب فيها شمال ويمين وهي نايم، مسكين عندها نوم ثقيل، بتعرفنيش مين أنا. سمع اللي قاعد، قال خلاص بكرة بروح عنده، ونط عن السور ثاني يوم وأخذ حاجته بسبب حماقة هذا الرجل، وهي مسكين يا حرام ما بتعرفش شيء، بسبب حماقة هذا الرجل. سر بيتك ممنوع، أمانة أمانة، والله إذا أنت بتحكي سر بيتك ما تقول لي صاحب، أي صاحب، أي صاحب هذا؟ ما في حد صاحب ينحكى له، عموميات بنحكى، والله كلنا بنزعل مع نسواننا كلنا، لكن الخصوصيات أن تفسر وتوضح. لا، حتى أقول لك العموميات بلا منها، بلا منها، فيش حد هالأيام قدوة وثقة تعطي سرك، ما حدش بيستاهل، مستعد بيحرجك بين الناس ويقول لك وانت قاعد يوم الأيام يقول لك مثل فلان هو مرته دائما متزعلين، بتقول له يا زلمة تحكي لي قدام الناس؟ ما بصير تحكي لي قدام الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هناك أمانات أخرى، أمانة أولادك في بيتك هم أمانة عندك، أمانة سر بينك وبين زميلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حدث أحدكم أخاه بحديث فالتفت فهو أمانة، يعني تقول له تعال تحكي لك الشغلة في حدا هون، يقول له لا فالتفت فهي أمانة، بدك تحفظ الأمانة. اليوم بحمل الكلمة وداير من دار، حامل هالقصة وداير من دار أبدا، يعني ترى في أشياء أغاني إلها معنى، بدك تحفظ الأسرار أمانة أيضا، أمانة هذا الدين. سيدنا موسى عليه السلام لما سقى لبنات شعيب في الأردن، هنا لما جاء على استحياء، هم أجوا على استحياء وهو قال ما خطبكما، ما خطبكما، يعني أجا هو قدم خدمة، شو بدكم؟ قالت أبونا شيء كبير فلا نسقي حتى يصدر رعاء إلى آخره، فسقى لهما، سقى لهما وراح، انتهت الآية، راح جلس في الظل وقال ربي إن ما أنزلت إلي من خير فقير، وجلس وما قال لهم أنا ترى باجي ببعد هون كل يوم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يريد أن يجزيك ما سقيت لنا تعال، فبالآخر قالت له إن خير من استأجرت، يا أبي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. شافت أمانته وهو ماشي بالشارع، شاف ثوبها هيك شوي، فقال لها أنا بمشي قدامك وانت بتقولي لي شمال ويمين،
فشافت الأمانة وشافت القوة لما سقى لهما فزوجه إياها بسبب أمانته وصدقه. وبدي أقول لكم شيء، إذا كنا أمناء نسود الأمم، قادة الأمم، أما إذا أصبحنا في خيانة في كل شيء، في وظيفتك، في حياتك، في بيتك، والعياذ بالله أصبحنا في ذيل القافلة. خلينا ندعي. اللهم يا رب، اللهم يا رب، يا حنان ويا منان ويا عظيم الشان، يا واسع الغفران، يا واحد يا أحد يا ديان، يا من تتابع الإحسان وتطعم الجوعان وتسقي الظمآن وتغيث اللهفان وتتابع الإحسان. اللهم يا ربي، يا من أنت كل يوم في شان، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ادخرته في علم الغيب أو استأثرت به أحدا من خلقك أو تركته لنا يوم القيامة، يا أرحم الراحمين، أن تنصرنا وأن تجملنا وتكملنا بالأمانة، أن تجعلنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، أن تجعلنا أمناء صرحاء يا رب العالمين. اللهم طهرنا بالأمانة، اللهم ألبسنا ثوب الأمانة، اللهم جملنا بالأمانة، اللهم اجعل كل الناس يؤدون الأمانات لغيرهم يا رب العالمين. أعنهم على أداء الأمانة، أعنهم على أداء الأمانة يا رب العالمين. أعنا على أداء الأمانة بتربية أبنائنا وبحفظ نسائنا وفروجنا وأبصارنا وأسماعنا ووعودنا، ونكف أيدينا يا رب العالمين. يا من جعلت محمد الصادق الأمين رحمة للعالمين، أن ترفع الوباء والغلاء والداء عن الأردن وشعب الأردن وأمن الأردن. حفظ الله الأردن وجيش الأردن وأمن الأردن واستقرار الأردن وهواء وماء وشجر الأردن وضيوف الأردن وملك الأردن. احفظ ملك الأردن، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، أره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم إن المسجد الأقصى المبارك أمانة عندك، يا من لا تضيع عندك الأمانات، يا من لا تضيع عندك الودائع. اللهم احفظ المسجد الأقصى المبارك، احفظ القدس وأهل القدس وشعب فلسطين، واحفظ إخواننا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يقهر فيه المسلمون يا رب العالمين. اللهم كن معهم، أيدهم بنصرك يا أكرم الأكرمين. يا من تقول للشيء كن فيكون، زل فيزول، أزل الظالمين، أزل الظالمين يا رب العالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، أشغلهم ببعضهم وأخرجنا من بينهم سالمين يا أكرم الأكرمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، استر على بناتنا، زوج بناتنا. اللهم ابعد عن شبابنا المسكرات والمنكرات والمخدرات وسيء الشهوات يا رب، يا من يقال لك يا الله يا حي يا قيوم. بهذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، حان الآن موعد أذان المغرب.